للتصعيد الثوري السلمي وصولا نحو إسقاط الانقلاب واستكمال أهداف الثورة والمتمثلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والتي لم تكن لتحدث لولا صمودكم وتضحياتكم. وفي هذا الصدد ينبغي أن يكون التصعيد الثوري خالٍ من أي شعارات طائفية أو مناطقية أو مذهبية، بما يعكس روح التعايش مع الآخر والقبول برأيه، والتي درج عليها شعبنا حينما عاش كجسد واحد قبل ظهور الفكر الطائفي الحوثي، بما يضمن تجنيب تعز وإيلات الحروب والأحداث التي تحدث في أكثر من مكان في اليمن. وباسمكم جميعا نوجه الدعوة
لكافة المكونات السياسية والمدنية والوجاهات الاجتماعية إلى المشاركة الفاعلة في التصعيد الثوري حتى يسقط الانقلاب ويتحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه. أيها الثوار، أيتها الثائرات، وباسمكم أيضا نوجه الدعوة للسلطة المحلية بتعز إلى تسيير الأعمال في المحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية دون الرجوع إلى صنعاء. وعدم تقبل أي قرارات أو توجيهات صادرة عن السلطة الميليشيوية الإنقلابية في صنعاء.